فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى سنن سئي كتاب الزينة، باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عبد الله بن مسلم من أهل مرو. أبو طيبة قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، ثم جاءه عليه خاتم من شبه، فقال: ما لي أرد منك ريح الأصنام؟ فطرحه. قال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذ؟ قال: من ورق ولا تتمه مثقالا. والحديث فيه ضعف، وخاتم من شبه أو من شبة هو من نحاس، ضرب من النحاس. وقوله حلية أهل النار أي زي الكفار، فزي الكفار سلاسل من حديد يسلسلون بها وينزلون بها إلى نار جهنم. فلما قال له: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، وهذا تشبه بالكفار، وعاقبة الكفار فإنهم يسلسلون بالحديد في النار، وهل هذا يدل على حرمة خاتم الحديد؟ قال به بعضهم، قال بحرمة خاتم الحديد، والحديث ضعيف، وألمح البخاري إلى ضعفه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي قال الرجل الذي قال له: إن لم يكن لك بها للواهبة، إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، فقال له: التمس ولو خاتما من حديد، هذا دل على جوازه. ولما جاء بخاتم، الحمد لله رضي الله عنك يا طارق، أحسن الله عليك، عليكم السلام ورحمة. ولما جاء بخاتم من نحاس قال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم قال: مما أتخذ الخاتم؟ قال: من ورق ولا تلمه مثقال. وكما قلنا، اتخاذ الخواتيم ليس تعبدا، لأن النبي جعل الخاتم لعلة، وهذه العلة هي ختم الكتب التي يبعثها إلى الملوك. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وكان أكثر صومه في شعبان. هذا إذا انتصف شعبان ولم يصم قبل فلا يصوم بعد. صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فصه حبشي ونقش فيه محمد رسول الله. وقال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة يتختم به في يمينه، فصه حبشي يجعل فصه مما يلي. وروى عن حديث طويل أن أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، وكان فصه منه. وهذا وصف دقيق لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا معتمر قال سمعت حميدا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من ورق فصه منه. وفي رواية قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير بن معاوية عن حميد عن أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. وفي رواية عن أنس قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، فقالوا: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ليس الرجل أن يلبس خاتما للزينة،
ليس له ذلك. وأنا أبتسم رضي الله عنكم، من رآكم لابد أن يبتسم، أنتم أهل الفضل والبر. وقال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الأخيرة حتى مضى شطر الليل، ثم خرج فصلى بنا كأني أنظر إلى بياض خاتمه في يده من فضة. هذه أيضا فيها دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، ومن أراد أن يتخذ خاتما يتخذه من فضة. لكن حقيقة الأمر رضي الله عنكم، حقيقة الأمر أن الخاتم من فضة اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لعلة، ما اتخذه أيضا زينة. ومن أراد أن يتأسى بالنبي يأخذ الخاتم على ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا بعث إلى ملوك الروم وقالوا لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما من فضة وكتب عليه نقش عليه محمد رسول الله، والنقش كان على الترتيب، في أسفل الخط محمد وفوقه رسول وفوقه الله. نعم، في هذا بهذا بهذا الترتيب. ولذلك قلنا بأنه يعني ليس من السنة أن يتخذ خاتما من فضة للزينة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه للزينة، اتخذه لعلة، وهو لختم الكتاب الذي يصل به إلى ملوك كسرى وقيصر والحبشة. وقال أنس: كأني أنظر أبيض خاتمي في يدي من فضة، وكان فصه منه، كان فصه منه، ويقال أنه كان يدير فصه إلى بطن الكف لا إلى ظاهر الإصبع. نعم. قال: موضع الخاتم من اليد، ذكر حديث علي عبد الله بن جعفر قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك عن ابن أبي نبيس. طبعا حديث خواتم الفضة متفق عليها من البخاري ومسلم. عن ابن أبي نبيل نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي قال شريك: وأخبرني أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. وقال: أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابن أبي رافع قال عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه. فهذه فيها دلالة على أن وضع الخاتم يكون في اليمين ويصح في الشمال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء، كان يعجبه التيمم في كل شيء، في 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 تناوله وفي ترجله وفي كل شيء كان يعجبه اليمين، فكان يتختم في اليمين. وقلنا التختم ما كان للزينة، كان لطبع الكتاب على بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة في ذلك: جواز اتخاذ خاتم الفضة ولكن ليس للزينة، كان الأمر للحكمة. جواز تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، إلى شطر الليل، قال حتى مضى شطر الليل. جواز تأخير صلاة العشاء إلى شطر الليل. لو في أسئلة تفضلوا. أولا داليا تقول: هل إذا شخص علق الطلاق قبل عقد النكاح وحدثت له نية قبل عقد وحدث له نية الطلاق قبل عقد نكاح تحسب لأنه عندما علق الطلاق حدثت له نية، هل نية هذه نية هذه تحسب ممكن تفصل لي الموضوع؟ إذا شخص علق الطلاق قبل عقد النكاح حدث له نية الطلاق، هل بعد زواج تحسب؟ يعني كيف علق الطلاق؟ قال: إن تزوجت فامرأتي طالق. قال: إن تزوجت فامرأتي طالق. هذا لا 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 يعتبر بها شيء، لأن النبي قال: ولا طلاق إلا فيما يملك ابن آدم، لا طلاق إلا فيما يملك ابن آدم، فهو لا يملك ذلك. إن كان معنى السؤال إن الأخت مش مبينة، كان معنى السؤال أنه قال: إن تزوجت فهي طالق، فهذا على قول الشافعية والحنابلة لا يقع به الطلاق. أما بالنسبة للحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، نعم أحمد قال هو منكر حديث العلاء بن عبد الرحمن العبي، والصحيح أن الحديث حسن، الحديث حسن،
ولكن يجمع بينه وبين حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، أنكره أحمد لذلك لهذا الحديث، والجمع بينهما ظاهر أنه إذا انتصف شعبان يكره الصوم لمن لم يصم قبل، لمن لم يصم قبل، ويجوز لمن صام قبل. وقول تقدم صوم رمضان بيوم ولا يومين هذا على الحرمة. نعم، ليست إباحة مجردة يا أشرف، لأنها معلولة، ولذلك كان الذي يتخذ الخاتم هم الخلفاء. أجبتك أيتها الشيماء. وعثمان أيضا أخذ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب وضع وقع منه في بئر أريس. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.